ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعة الوسط اليوم 7 و6 و8 و11، تدريب تخصصي. تدريب تخصصي هو ما يعرف ببناء اللعب أمام الثلث الدفاعي للمنافس، أمام الثلث الدفاعي للمنافس. فتبدي بفعالية بهدف متحرك ومساحة مفتوحة، والتمرين بسيط، انه هذا اللاعب عنده كرة او هنا مدرب يلعب كرة لهذا اللاعب اللي هو رقم 6 يلعب 3 مناولات جدارية مع 7. لاحظ هاي الاولى، هاي الثانية، صح، وهاي الثالثة. شوف الثالثة، فمناولة حركة الكرة، مناولة، مناولة اخرى حركة للكرة، مناولة حركة للكرة، 3 مناولات جدارية. ثم يغير هذا اللاعب اللي هو 6، 8 ما يدخل أبدا إلى الجناح 11. جناح 11 من يسلم؟ أما يخترق ويروح يصوب وتنتهي الفعالية، انتهى الموضوع. أو 4 يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء أو داخل أو خارج الفراغ هذا، لأن أنا هسه أتدرب على هدف متحرك، زين، وبمساحة يسموها open space. خلصت بهذا الاتجاه، أبدي من نعيد الفعالية من 8 و11 بهذا الاتجاه. شوف 8 يجي الكرة وينسق لعبة بثلاث مناولات جدارية ويا 11 أما والكرة تنتهي 7 هنا، أنا كما انتهت هنا، أنا يهاجم الكرة 7 ما يدخل ويصوب أو يلعب إلى زملاء 8 أو 11. فمرة من اليمين، مرة من اليسار، مرة من اليمين، مرة من اليسار، على منطقة مفتوحة، على مسافة يعني 35 ياردة من الحارس، وأعطي محاولات 3 من اليمين 3 من اليسار. فمن يلعب 7 الكرة 8 ما يدخل، من يلعب 8 الكرة ويا 11 6 ما يدخل، 6 ما يدخل، من يلعب 6 ويا 7 8 ما يدخل، ومن يلعب 8 ويا 11 ما يدخل، زين. بعدين إذا تريد تدخل اللاعب الوسط البعيد، تجيبه من هنا وتخليه خلف المهاجمين الثانيين اللي هم هنا وهنا، اللي هم 6 و7. وبالعكس، من تصير الكرة هنا تدخل المهاجم 6، لاعب الوسط 6 خلف المهاجم. هذا سابق لأوانا. أنا إذا أدرب الأربعة ذولا أريد أكرر عليهم تدريب تخصصي. هذا التمرين على هدف متحرك إجراءاته ما مرتبطة بمناطق الساحة، يعني اللاعبين يسموهم ما مهتمين بمنطقة الجزاء والمنطقة المظللة أمام منطقة الجزاء، منطقة جانبية من منطقة الجزاء، الستياردات، الكذا الكذا الكذا. لذلك ينقل التدريب إلى نصف الساحة الواقعية وتبدأ بالتدريب. أما الوقوف ذولا يصير على منطقة سميناها الثلث الدفاعي المنافس، أو من هاي المكانات، يعني من أمام الدائرة، يعني ذولا يكونون أمام الدائرة، أمام الدائرة، عشان يكون تحرك اللاعبين تقريبا مشابه لتحركاتهم باللعب، خصوصا 6 و8 اللي يأتون من الخلف ويشاركون في الهجوم. فهنا اللعب المناولات الجدارية 3 هو من الألعاب السريعة، بناء جهة اليمين وتحويل الكرة أو تغيير اتجاه الكرة إلى جهة اليسار، عشان احنا خلال هذا اللعب هنا نسحب انتباه وتركيز المدافعين على منطقة الكرة، فيكون هناك تأخير في حركة اللاعب رقم 11 لحين وصول الكرة هنا. يتدخل 11 بعد أن يغير اللاعب رقم 6 اللي انتقل من هنا إلى هنا إلى هنا الكرة إلى 11، فيخترق 11 ويصوب، ماكو مانع. هذا واحد، يعني شيء مهم وبسيط جدا، لكن يحسن الحركات اللي يقومون بها اللاعبين الأربعة في تشكيل يلعب 4 في الوسط.
وقلنا احنا انتهت من هنا بدلنا من هنا. اجى ثمانية على الكرات لعبوا 11 ستة يتوقف. فسبعة ينتظر البناء ثلاث من على جدارية ممتازة وتغيير اتجاه وهكذا. ما حدث هنا أنا بهالاتجاه يحدث في هذا الاتجاه. ممكن وليس ممكن فقط وإنما لو مدرب يعني طرأ على باله أن يقول ممكن نضع ثلاثة واثنين هنا خلف 17 ممكن جدا إذا رد تريد التخصصي يشارك يشاركون ب 11 باعتبارهم أجنحة غير حقيقيين. فهاي التمارين اللي تشوفها يعني رغم أنه شبحية وما بيها ضغط بيها نوع من أنواع ما يعرف التقرب من الحركات اللي تحدث بالمباراة واللي يطلبها المدرب. فالربط بين ستة وسبعة مهم جدا إذا هم هذا تشكيلهم أو هذا شكلهم بالتشكيل مهم جدا جدا جدا. وكذلك بين ثمانية وبين بين 11 سؤال يسأل لماذا من سبعة من ستة يطبق مع سبعة نوقف ثمانية ولماذا من ثمانية يطبق ويا 11 نوقف ستة؟ لأن في أغلب التعليمات المدربين المتقدمين يعطون خلينا نسميه تعليم للاعبين ستة وثمانية إنه إذا ستة شارك بالهجوم ودخل مع زملائه المهاجمين على ثمانية إيش يعمل؟ على ثمانية أن يسد الفراغ شوية يتحرك الوسط عشان ما يذهب مع المهاجمين ويترك منطقة الوسط فيكون مصد لاحتمالات الكرة يسميناها احنا الكاونتر اتاك اللي الخصم راح يسوي لان احنا ناخذ بالاعتبار انه هاي الحركات لو انقطعت ايش يسوي الخصم؟ يسوي كاونتر اتاك. واذا فرغ الوسط من الستة والثمانية راح تصير مشكلة على الفريق المهاجم اللي راح يتحول فورا للدفاع. فاذا تحرك ستة بهاي وانا حافظت على ثمانية بهاي المنطقة ماكو اكون قد امنت ما يعرف بالسكرين هاي مال السيارة شايفها الويبر يسموها هذا اللاعب راح يكون مستعد من تصير كاونتر اتاك ان يواجه الكاونتر اتاك قبل خط الدفاع ماله. فيكون انا يعني عملت على تغطية الفراغ اللي احدثت حركة ستة تعلموا اللاعبين الان. واذا ثمانية شارك ستة ايش يتوقف كما بالتمرين باللعب اريده يتوقف يغطي المنطقة هذه الوسطية حتى يكون سكرين شاشة امام الخط الدفاع الرباعي. فسؤال يثار اين المهاجمين؟ انا ما لي دخل بالمهاجمين الان انا ادرب تخصصي للاربعة من لاعبي الوسط. فدخول المهاجمين راح ايش يعمل؟ راح ما يخلي التدريب تخصصي مية مية للوسط وانما يخلي للوسط وللمهاجمين. فمن اريد ازيد على هذه الفعالية ادخل مهاجم او مهاجمين اكون قد دربتاني تخصصي للستة الاماميين وليس للاربعة لاعبي الوسط. فانا ما اريد ادرب الستة الاماميين اريد ادرب الاربعة الوسط. سؤال هل دخول ثلاثة واثنين ضروري في مثل هذه الحالات طبقا لي كيف يلعب التشكيل في ساحة المنافس؟ طبقا اهم شيء التكرار. هذا التكرار اذا سولنا اربع مرات من اليمين اربع مرات من اليسار خمس مرات من اليمين خمس مرات من اليسار يكون جيد. اما اذا رحنا وطبقناه في نصف الساحة فاربع مرات باربع مرات يكون جيد. وتذكر ان ما اريد اللاعبين ذولا الستة وثمانية يكونون على يعني على هذا المكان اللي انا خالهم بيه بالرسم اريدهم يكونون يعني ابعد امام الدائرة. فسؤال هل البداية جيدة؟ هاي لا طبعا لانها تكون بداية سيئة. ليش بداية سيئة؟ لان من الثبات اللاعبين دا يسوي. فانا يعني لو عندي وقت راح اضع لك الفعالية وشوفك اياها بالدايناميك. يعني هذا يجي يستلم من مدرب هنا مدرب يجي من مكان ويستلم هذا يجي من مكان ويستلم هذا يجي من مكان ويستلم هذا يجي من مكان ويستلم ونسوي دايناميك يعني اللاعبين استلام والتسليم يكون من الحركة فيصير
مور دايناميك، يصير بتحسين لما يعرف القابلية الحركية. المبدأ الخامس من مبادئ الهجوم للرباعي الوسطي. أنا موفق المونة، أتمنى لكم الموفقين إن شاء الله بإذن الله تعالى. حاول أن تمرن مثل هاي التمرينات، حاول أن تأخذ فكرة أن تعمل التمرين بأوبن سبيس وأن تعمل التمرين بمنطقة لعب حقيقية. شكرا جزيلا.